البريطانيون يهبون لنجدة عضو فرقة بيتلز السابق رينجو ستار، والجهود التي خاضوها لم تعرف الكلل من أجل حماية بيته المهدد بالهدم. إذ طرحت الحكومة خطة تهدف لتجديد مئات المباني التي تعود إلى فترة ما قبل بداية القرن العشرين، والجهود أنعشت آمال المسؤولين عن الحملة بعد أن أيدت الحكومة البريطانية بادرة إنقاذ بيت الفنان الذي أصبح مهجورا. وقد أحالت السلطات في نهاية المطاف القرار إلى السكان المحليين. نحن مسرورون لأنه سيتسنى لنا إنقاذ شوارع مثل المكان الذي ولد فيه رينجو، الشارع مادرين رقم 9. تبدو هذه البنايات قادرة على الصمود مزيدا من الوقت. أعتقد أنه يمكن ترميمها لتظل قائمة 50 سنة أخرى وربما قرنا آخر. وكان الموقع السياحي والتاريخي يستقطب دوما أنظار المعجبين بمجموعة بيتلز عبر أنحاء العالم، إلى جانب أماكن ولادة أعضاء الفرقة الآخرين مثل جون لينون وبول ماكارتني.